تواصل مكاتب شهر العقاري بمختلف المحافظات استقبال المواطنين الراغبين في توثيق التوكيلات لدعم مرشحي الرئاسة، وشهدت المكاتب إقبالا كبيرا من جانب المواطنين لتوثيق توكيلات دعم ترشح الرئيس السيسي لفترة ثانية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسلنا أحمد فرج من أمام أحد مكاتب الشهر العقاري بمحافظة الجيزة. إليك أحمد. رحب بك. بالفعل تواصل مكاتب الشهر العقاري عمل التوكيلات من قبل المواطنين للمرشحين للرئاسة الرئاسة. نتحدث عن أننا نتواجد الآن في محافظة الجيزة وتحديدا في شارع مراد، وأحد مكاتب الشهر العقاري بالفعل التي تشهد منذ الساعات الأولى إقبالا كثيفا للغاية، بيتم فتح الأبواب في تمام الساعة الثامنة على أن يتم الإغلاق في تمام الساعة السادسة طوال أيام الأسبوع، اليوم يوم أجازة. وبالفعل توقعاتنا في هذه الأحوال الجوية السيئة بعدم نزول المواطنين، ولكن فوجئنا بأعداد كبيرة للغاية حتى في مكاتب الشهر العقاري في إمبابة. بالفعل كانت الأعداد كبيرة قبل أن نأتي إلى محافظة الجيزة، حوالي 390 مكتب على مستوى الجمهورية لاستقبال التوكيلات الخاصة بالمواطنين لتأييد المرشحين في الانتخابات الرئاسية. على أي حال لابد أن نشير إلى نقطة هامة هنا في هذا المكتب الذي نتواجد فيه الآن. سمة أزمة أو مشكلة تتمثل في الأعداد كبيرة للغاية تتواجد على السلم داخل المكتب، ويتم دخول أعداد داخل لقيام بالعمل التوكيلات، وبالفعل بتستغرق العملية وقتا طويلا للغاية، وبيتم إغلاق الباب في وجه من ينتظرون. بالفعل انصرف قرابة أعداد 10 أشخاص انصرفوا نتيجة لوقوفهم قرابة أيضا الساعتين منذ الصباح، و قد تكون العملية ليست سلسة بالفعل هنا في مكتب الشهر العقاري الذي أتواجد فيه الآن، من حيث الدخول وعمل التأييد للمرشحين للرئاسة. خليني أسألك أنا سؤال في هذا الصدد. على المشهد هنا في هذه المكاتب التي تتحدث عنها تستخدم النظام المميكن الكمبيوتر في إجراء المعاملات التوثيقات في الشهر العقاري، أم ما زالت تركن إلى الأمر اليدوي في إنهاء المعاملات؟ بالفعل لم يتسنى لنا الدخول داخل مكتب الشهر العقاري هنا لأنه مغلق في وجه المواطنين، ولم يتسنى لنا الدخول لأنه بيقوم بإدخال 3 أو 4 أفراد أو 5 أفراد، وبالفعل بيقوم إغلاق الباب، فلم يتسنى لنا الدخول لأن منذ ما جئنا إلى هنا لم يخرج من هم بالداخل. وبالفعل استغرق المدة تستغرق وقت طويل للغاية، ليست هناك سيولة. وبالفعل انصرف قرابة كما ذكرت لك 8 أو 10 أشخاص من هنا من مكتب الشهر العقاري، وقرر أن يأتوا غدا نتيجة لأن الأعداد كبيرة هنا على السلم تتواجد لي وفي انتظار عمل التوكيلات. لا نعلم إذا كانت العملية مميكنة داخل في الداخل وبالفعل هناك سيولة، ولكن ما شوهد بالفعل أن الوقت يستغرق العملية تستغرق وقتا طويلا، وبالفعل انصرف أعداد كبيرة ممن يتواجدون هنا. من يطغى على المشهد هو السيدات، يطغون على المشهد في عمل التوكيلات، وبالفعل هنا في محافظة الجيزة وأيضا في منطقة إمبابة التي تواجدنا فيها ومكتب الشهر العقاري هناك. نعم، الزميل أحمد فرج من أمام أحد مكاتب الشهر العقاري بمحافظة الجيزة راصدا إقبال المواطنين على توثيق التوكيلات. نشكر لك هذه التفاصيل. إذا